اقتصاديا دائما، أفاد بيان لوزارة المالية أن انخفاض عجز الميزان التجاري للجزائر راجع للارتفاع الكبير للصادرات الشاملة للسلع، والذي انتقل من 15.1 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية. التفاصيل مع مروة كمال تريكي. عجز الميزان التجاري للجزائر يشهد انخفاضا غير مسبوق بنسبة 87.89% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، أي ما يقدر ب 926 مليون دولار. انخفاض نسبته وزارة المالية لارتفاع الصادرات الشاملة للسلع، منها 2.9 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات. فيما يخص انخفاض العجز التجاري في الجزائر إلى 926 مليون دولار، أي انخفاض ما يعادل 85%، وهذا يرجع أساسا إلى ارتفاع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى 2.9 مليار دولار، وهذا شفنا توسع وارتفاع في الصادرات خارج المحروقات. مؤشرات التجارة الخارجية سجلت تحسنا في السداسي الأول من السنة الجارية، أرقام إيجابية تم تسجيلها بعد ارتفاع صادرات الحديد والإسمنت والأسمدة، وهو ما سمح بالتقليل من حدة العجز في الميزان التجاري بنسبة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر منذ نحو 3 عقود. المؤشرات التجارة الخارجية، كلنا نعلم أن سعر البرميل اللي كان 40 دولار للبرميل الواحد في قانون المالية 21 صعد إلى بين 75 إلى 70 دولار، هذا ارتفاع يصل إلى 85%، وهذا ما يؤكد رجوع العجز المالي في التجارة الخارجية. هذا وتتطلع الحكومة لبلوغ 5 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية سنة 2021.